بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في مكة المكرمة قبل الهجرة، جاءه جبريل عليه السلام ومعه دابة. هذه الدابة يا عباد الله يقال لها البراقة، لونها أبيض وحجمها فوق الحمار ودون البغل، أما سرعتها فتضع حافرها عند منتهى بصرها. فحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حمل على هذه الدابة وسار بصحبة جبريل عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين. فلما وصل هناك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الدابة في حلقة المسجد، ثم صلى بالأنبياء إماما، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهناك يا عباد الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام عجبا وسمع عجبا، فكان مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما يعذبون أنفسهم بأنفسهم، أقوام لهم أظفار من نحاس يخنشون وجوههم وصدورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالحذر يا عباد الله، الحذر من أكل لحوم الناس ومن غيبتهم. فالغيبة يا عباد الله أمرها محرم، حرمها الله ورسوله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب،